رشا، رح نبدأ صباحنا بمحطة كتير حلوة. يمكن تعودنا نستقبل ضيوف مميزين، نحكي فيه عن الحرفة السورية اللي دائما هي بتجدد مستمر. قد ايه حلو رشا لما نحن بنشوف الشغلات القديمة عم تتجدد، بس فيها هذا الروح العتيق، الروح اللي نحن بنحبه، بيذكرنا بالماضي وبكل الشغلات الحلوة. أكيد فرح، هدول الأشياء نحن موجودين بحياتنا، ودائما نحن هيك بنستمتع بالدراما الشامية وقت بيصوروا ضمن البيوت، بنشوف هدول الأشياء القديمة، حتى مثل ما قلتي لو صار عليها أي تجديد بس بتبقى هيك بصمة شامية. أكيد ضيوفنا اليوم كتير مميزين، وعم نحكي اليوم عن شيوخ الكار وجديد الحرفة السورية الأصلية المتجددة، طبعا مع ضيفنا عدنان تنبكجي شيخ الكار بالفنون النحاسية والتشكيلية وعازف ومصنع آلة الناي جميل صبوح. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخير، نورتونا. يعني دائما الفن إن كان بالحرفة السورية بالحرف اليدوية أو بالموسيقى أو بالرسم، هنن يعني في صلة كتير قوية بين بعضهم، ودائما فرح إنهم لهم تأثير نفسي على الإنسان، إن كان بالمنظر، إن كان بالسمع، إن كان بأي شيء تاني. فاليوم هيك صباحنا بنكهة موسيقية حلوة، شرفتونا. يسعد صباحكم، صباح الخير. استاذ عدنان، حضرتك ضيف دائم متجدد بالاخباريه السوريه، اليوم عم نحكي عن الصناعه النحاسيه يلي نحن دائما بنحس لها رونق خاص. هي قديمه متجدده اذا بدنا نقول، فخلينا نحكي اليوم عن هالحرفه، وين صارت الاقبال عليها، كيف عم بيكون؟ الحقيقه النحاس طبعا بتعرفي على طول هو طاقه ايجابيه، وين ما انوجد بيعطي رونق كثير حلو، ومعدن، هو كمان معدن حنون، بيتشكل مثل ما بده الفنان او مثل ما بده الحرف. جديدنا اليوم على طول نحن متجدد، بنحافظ نحن طبعا على بصماتنا التراثيه، بصمات الاب والجد، وبنعطي نحن رونق جديد من شان نماشي نتماشى مع العصرنه ومع التكنولوجيا، ونضل نحن على طول متماشين معهم. هلا عندنا فرضا اعمال فنيه من الرخام، هو موضوع الرخام وخيوط نحاسيه. يعني هون خلينا نشوف شوي على الكاميرا. هي قطعة رخام، هي قطعة رخام برواز خشب، وهون خيوط نحاسية، وهون تنزيل مينا. يعني هذا فن بسيط لكن بيعطيك رونق، وفي دمج بين النحاس وبين الرخام وبين الخشب. حتى موضوع اللمبادرات والأبريك والشمعدانات، هلا هذا شمعدان أنا عامله جديد من شان الأفراح، هذا نحاس خالص إذا كأنه ملبس محلول الذهب. وهي الشمعة هي عم تكون بسيطة جدا مشان ما يكون في عنا موضوع الكهرباء والتمديد اللي كتير صعب. صار اليوم مثل ما قلنا التطور والتكنولوجيا موجودين، انه هي الشمعة بسيطة بتنحط، ما في عقبات اليوم ينحط شريط على الطاولة ويصير عقبة للصبايا هل يكون عم يكونوا بالحفلات. هلا هون هي بشو شغالة؟ يعني انه شو هي اذا من قيمها، هي الشمعة كتير بسيطة من فوق، اذا سمحتي بتقيميها. قيميها بس ما كهرباء. لا ما في. هي كتير بسيطة. وبنحط يعني بطاريه كانه او نعم شيء، وفينا نحط الشمعه اللي بنحبها بلونها بحجمها فيها اون واوف، بنشغلها وقت ما بدنا. حلوه الفكره انه تختصري الاشرطه بغرف النوم والاطفال. وهالقصص صحيح تماما، وقت بدنا اياها بنشغلها، وخاصه للافراح اليوم، اعياد الميلاد والافراح كثير عم نستعملها. حنضل بجو الافراح وحنروح لنعرف قصه الناي، قد ايه مرتبطه الناي اليوم باللحن الحزين، بقصص بحياتنا. خلينا نحكي عن صناعة الناي اليوم، وأكيد رح نسمع شيء بعد ما ندردش شوي. أكيد. أهلا وسهلا فيكم. أهلين. الله يسلمكم يا رب. أنا بديت بصناعة الناي من حوالي 30 سنة. كنت أصنع الناي الخشب. فالناي الخشب قل شوي، هو هذا هو ناي الخشب. ليش؟ شو السبب؟ مع أنه هو الأساس. هو الأساس، بس بلش ينفقد شوي شوي الرونق تبعه مع طبيعة فأنا استبدلته بالبي في سي. شو هو؟ إبداعي حتى. نعم نعم. هذا هو البي في سي، هو هذا لونه الأصلي الأساسي. أنا صبغته يعني حسب الطلب، حسب الرغبة، حسب الطلب، حسب الرغبة. نعم في هيك. يعني هو في شو الاختلاف بين في 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 أصفار، في أصفار، وعملت اشكال له. حلو. بتساعد العازف وبيرتاح العازف عليها كثير. طبعا المحترفين بيعرفوا القصه، قصه هاي ليش ما احكي لنا القصه، نحن ما انا محترفين. ولا يهمك. هلا نحن هاي قصبه الدقه، وهاي قصبه الدقه، هدول دقه، هاي دقه وهي دقه.
فنحن بنعمل الحسيني اللا او الصول النوى الصول. الصول بيكون طوله شيء حوالي 95 سنتي، العازف ما بيقدر. فانا عملت هاللفه مشان اختصر للعازف لسهوله العزف. اذا لا مشان العازف ما يمسك ناي طويل كثير. ونفس يعني ما حد غير السيستم. طبعا جربتي فرح شي نهار تجربي انك تستخدميها او تعزفي؟ كثير صعبه. لا هلا هو اللحن تبعه حلو وحزين يعني بس انه كتجربة صعب كثير. بده نفس كثير قوي. لا ما بده نفس دروة. او طريقه اخذ النفس تدريب، يعني تدريب طريقه النفس كيف حتاخذ. بالضبط. هاي دوغا هاي دوغا. طبعا الناي لما بيتخان بيكون اقصر، لما بيرفع بيكون اطول. نفس العلامه هاي دوغا هاي دوغا، وبنفس الوقت هاي دوغا. حلو. هلا فهمنا فكره انه العلامه نفسها مهما اختلفت الاشكال طبعاً او الالوان. بالضبط بالضبط هذا. ايوه هذا انا يعني فكرت فيه وسويته مشان رياح على العازف. طيب شو رايك هيك نروق بشي ونسمع شي من حضرتك؟ اوكي. الملفوف اي طبعا هذا بتحسي انه ليه دائما مرتبط هي وهو باللحن الحزين؟ يعني بتحس دغري بتروح لمساحه ثانيه لا لك شغله، لان قالت الناي قالت روح. صح الناي هي بالذات قالت روح وقديمه، يعني قالت الناي اقدم، يعني اقدم آلة تاريخ شيء 5000 سنه. حلو. نعم يعني سنوات كثير كثير طويله. بس بالضبط. بعد الناس كثير بتحب صوتها وبعد الناس بتتاثر لو كان اللحن قصير. بتحس انه بتاخذنا على عالم ثاني. نعم. هذا اللحن الحزين. نعم. كلياتنا عندنا هي الذكريات. قلت لك روح. قلت لك روحي تماما. هاي نفس الدقة تقريبا ملفوف مشان ريحت العازف. تمام. بي ما يعملها هيك. نفس الطبقة. سلام تمك. الله يخليك يا رب. سلام تمك. شو رأيك أستاذ عدنان؟ والله لحنا ليش لكان وقت إجا لعنا الأستاذ جميل صبوح مع فرقته عمل طاقة كتير حلوة، مثل ما قلتوا حضراتكم أنه الفن مربوط ببعضه، يعني هون روح ولحنا كمان عنا العمل اليدوي المتقن بالحرف التراثية بيأثر وبتأثر بالقصة، بتأثر وبيتجاوبوا وبينسجموا مع بعض. صح. وهو بيشجعنا ولحنا بنشجعه، لذلك عم تصير كمان حفلات سمر بالحاضر. كان في دعم لإلي كثير بحضن الدمار. تستاهل استاذ رامي كل الدعم. يعني 30 سنة عمر اذا بدنا نقول. طبعا استاذ عدنان اذا بدنا نحكي اليوم عن هذا الجيل، جيل الشباب اليوم، وحضرتك شيخ كار، عم بتشوف في هذا الاندفاع او الرغبه من الشباب لحتى يتعلموا هاي الصناعه الحرفيه على اصولها مثل ما بدنا نقول؟ لانه نحن اذا ما تعلمنا رح تندثر، وهذا الشيء حرام. يعني هي حرف قديمه ومتاصله اصلا، هي من تراث الشامي اذا بدنا نقول. والله هي مسؤوليه كبيره علينا وعلى كل الناس اصحابين الشان المختصين، خاصه للجهات المعنيه، انه بكره يعني محسوب علينا هذا الجيل، انه نحن اذا ما لحقناه مشكله كبيره ونحن بخطر. يعني هلا ان شاء الله نحن موعودين مع وزاره الاقتصاد اللي هي الداعم الاكبر للاتحاد العام للحرفيين بهيك قصص،
انه يصير تشابك بالتعليم. هذا الجيل الجديد اليوم وضع الاقتصادي سيء تمام. خلينا نقول تعبان يعني عالميا مو بس بسوريا تمام. اليوم الجيل الجديد بده فورا انه الظروف اللي ألفاته قطار التعليم بده ماده صح. عم يفوت بمجال تعليم غير العلم اللي هو فاته القطار لكن ما له مجدي بشكل مؤقت. بينما اذا تعلم حرفه ونحن من خلال منصتكم بنشجع على موضوع التعليم انه هذا الجيل الجديد يروح يتعلم هي الحرف ان كان بالحاضنه او بغير مكان، بس الحاضنه هي الحاضنه المكان المهيئ للتعليم الحرف اليدويه، وفيما بعد اذا عم يدور على الماده راح ياخذ ماده بشكل اكبر مما انه يروح على اي مكان ثاني وياخذ الماده، عم يتعلم حرفه وعم يجي مردود اقتصادي جيد بالمستقبل وشغله بترفع الراس ولا يمكن تبطل. واذا صنع حرفه او صنع تحفه كمان هي فيما بعد حيكون مثل حاطط مصاريب البنك حيزيدوا ما راح ينقصوا ابدا. بنشجع على موضوع التعليم لانه هي الحرف حرام طبعاً. علينا انه تروح تندثر. يعني نحن سوريا اما الحضارات وعنا حرف كثيره اندثر كثير منها وانقرض كثير منها، لازم نحافظ على ما تبقى. وكل هاللي عم يسمعونا شباب اليوم كان من زمان يغرموا يعني غصبا عنا نروح نتعلم، روح يا ولد اتعلم لك صنعة بالإضافة للعلم صح. ما كانوا ضد العلم وكانوا يشجعوا على العلم، لكن ما بيكفي العلم، العلم بده يتواكب مع حرفة فورا يروح يتعلمها. وبيحطوا الأب، أنا كان أبي يحطني عند ما يحطني مثلا بمحله، يحطني عند واحد تاني من شان مثل ما بيقولوا بالعامية أنه يندعك فعلا، كان يندعك ويقسوا عليه ويتعلم هي ظروف الحياة شلون، ويتعلم من الألف إلى الياء، بعدين بينتقل على محل أبوه وبيصير فعلا هو بيبدأ بالمهني، بعدين بيتطور بيصير حرفي وإلى أنه يصير شيخكر. اليوم أولادك على نفس النهج؟ والله هذا سؤال كثير مهم ومحرج الصراحة. هلا أنا ابني ما حب يعني عم تحبب قدر اليوم إمكان. الشباب والصبايا أنه نفوتوا في هاي القصة. هلا إحنا بنلاحظ من زمان كان في نوعا ما في احتكار لبعض العائلات بإجا مجلس شيوخ الكار بالاتحاد العام للحرفيين والأستاذ ناجي الحضوي والأستاذ لؤي شكو عملوا على أنه هذا الموضوع الاحتكار ما له موجود أبدا. لذلك في أكثر من شيخ كار بنفس الحرفة ما تثبتت هاي الحرفة لشخص أو لعائلة معينة. اليوم الباب مفتوح وفي عنا صبايا كثير شيوخ كار حلو منيح يعني اليوم صار أكيد صدفنا عدد كبير منهم كمان ايه عنا صبايا مو غلط هذا الانفتاح. يعني اليوم أنت كمان غلط أنك تجبر الشاب اللي عندك أو الصبية أنه تشتغلي بهذا المجال أو يشتغل وهو ما يكون يعني شيء بحبه فحيفشل أكيد. يعني نعم اليوم فرح قد مرتبط الشيوخ الكار بلباسهم الدمشقي القديم يعني نعم. ما بيزبط شيخ كار بدون المسبحة وال يعني بالخنجر صحيح. يعني بنشجع احنا على موضوع التعليم وبننصح انه يلتحقوا بالدورات اللي بحاضنه دمر المركزيه، وبنشكر وزاره الاقتصاد وهيئه الدعم للمشاريع الصغيره وهيئه الدعم وتنميه ترويج الصادرات اللي كمان ساعدونا بالمعارض الخارجيه. اكيد تمام. نرجع لعندك هيك شوي للنغم الحلو. اليوم كيف بتشوف اقبال بنفس الموضوع حنكون كونه شباب وكونه تكنولوجيا وهدول القصص، فعم نشوف انه الالات مثل الجيتار القصص الثانيه عم تكون اسهل يمكن من الناي، عم يروحوا لشيء ثاني. كيف الاقبال اليوم على التدريب على الناي؟ مزبوط كلامك مزبوط. ان اليوم عم يتعلموا اورج، عم يتعلموا جيتار، عم يتعلموا يعني حتى نادر ليتعلموا عود قانون نهائيا صح نهائيا. ناي مستحيل مع انه كثير يعني هو لحاله قصه الناي يعني ما قلت لك عرفت علي يعني ما سبحان الله. الالات الغربيه تقريبا شبابنا هلا طلعت على الالات الغربيه ولذلك نحن لازم نحيي الحرفه هاي ولازم نرجع الماضي. طيب استاذ جميل اليوم عم نحكي عن 30 سنه يعني عمر سنة. اذا بدنا نقول أيوة عمر طويل نعم. خلينا نحكي عن هي رحله الحياه اذا بدنا نسميها، شو تغير عليك، شو هو التطور اللي انت دخلته ان كان بالصناعه او حتى بطريقه العزف او حتى بتقديم هي الاله ان كان لعائلتك اولادك لكل الناس اللي بتحب انت وبتشجع انه هن يعزفوا على اله الناي. هلا اله الناي قلت لك اول شيء اله روح. اذا واحد ما هو من جواته من داخله بده اياها ما بيقدر يتعلمها، هي اول شغله. ايوه ثاني شغله انا بالصناعه انا صنعت قصب، قلت لك انا صنعت قصب لا تهيت يعني من شيء 10 سنين تقريبا
خطرت في بالي اني انا عم روح مجيب قصب احيانا بيكون سيء، احيانا ما بي يعني ما بيخدمني. فانا استبدلته بالبي في سي، لقيت البي في سي كثير حلو، حتى هلا صاروا المحترفين العازفين المحترفين بيجوا وبياخذوا من عندي بي في سي. كثير حلو. بيقولوا لي ايوه الباور تبعه عالي، ما بده خدمه، زيت القصب بده زيت سيرج زيت سمسم اجباري. نعم يعني استاذ جميل، البي في سي نهائيا ما بده. تماما استاذ جميل، اذا بدنا نشرح عن خصوصيه كل نوع وكل طريقه بالعزف يمكن بدها حلقه كامله، فنحن كثير سعيدين انك كنت موجود معنا وسمعنا منك مقطوعات لو انها صغيره ماشي. بس مشكور كل الشكر استاذ جميل. بنفس الوقت انا معي طقم، يعني هلا هون طقم يعني عندنا بنشتغل مع الموسيقي. احنا وقتنا كثير ضيق لانه حنروح لغرفه الاخبار في عندنا موجز كثير معلومات مهمه في مئات الفرح، واكيد حيكون لنا وقفات ثانيه بصباحات ثانيه يعني ان شاء الله. شكرا كثير لوجودكم، وبتمنى تضلوا محافظين على هذا التراث ان كان باللباس وان كان بالمهن السوريه القديمه. شرفتوا صباحنا بالاخلاق العاليه. شكرا لك استاذ عدنان، وشكرا لك استاذ جميل.